السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، اخواتي واحبابي في الله، اهلا بكم في قناتنا قناة منوعات نور. جينا النهاردة وحلقة جديدة من سلسلة المرأة والحمل. هنتكلم النهاردة عن اسباب غثيان الحمل. قبل ما نبدأ الفيديو احب افكركم باللايك والاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد. محتويات الفيديو بتاعنا اسباب غثيان الحمل، وقت الغثيان، التهاب المسالك البولية عند الحامل، الفحوصات الطبية اللازمة. نبدأ الفيديو بتاعنا بسم الله. أسباب غثيان الحامل. عند البحث عن أسباب غثيان الحامل نجد أن شدة الغثيان تتفاوت من سيدة لأخرى، كما أنه لا يوجد سبب معين لهذا الغرض. ومن أسباب غثيان الحامل ارتفاع نسبة الهرمونات في الأسابيع الأولى من الحمل، وهو من الأسباب الرئيسية لذلك. انخفاض نسبة السكر في الدم لدى المرأة الحامل. عوامل الضغط النفسي والجسدي. الحمل بتوأم. ملاحظة: حدوث حالة الغثيان أثناء مرحلة الحمل لا يستوجب بالضرورة تكراره في الحالات الحمل المستقبلية. وقت الغثيان. يبدأ شعور المرأة الحامل بالغثيان ما بين بداية الأسبوع الرابع أو السادس من الحمل، وتزداد حدة الغثيان بعد تلك الفترة بشهر تقريبا، ولكن بعد ذلك قد تشعر بعض النساء بالراحة الكاملة بعد 14 أسبوعا، بينما البعض الآخر من النساء الحوامل قد يعانين من الغثيان لشهر آخر حتى تهدأ أعراضه. يشار إلى أن هذه الحالة قد تختفي لفترة ثم تعود من جديد، أو قد يتكرر اختفاءها وعودتها طوال أشهر الحمل. التهاب المسالك البولية عند الحامل. يعد التهاب المسالك البولية من المشاكل الشائعة التي قد تعاني منها الحامل، والتي قد تظهر ويظهر الغثيان كعرض من أعراضها. فظهور أعراض أخرى مصاحبة لهذا الغثيان تستلزم زيارة الطبيب بشكل عاجل لتفادي الأخطار التي قد تنجم عن ذلك. ومن هذه الأعراض تحول لون البول البني الداكن أو انحباسه لأكثر من 8 ساعات، ألم في المعدة، الحمى والصداع، الإسهال، الضعف والتقيؤ المستمر المصحوب بالدم. الفحوصات الطبية اللازمة. يلجأ الطبيب عادة إلى طلب مجموعة من فحوصات الدم والبول عند شعور المرأة الحامل بالغثيان. فإذا أظهر الفحص مستويات عالية من الكيتين في البول، فقد يؤدي القيء المستمر إلى إصابة المرأة الحامل بسوء التغذية، كما أنه قد يلجأ الطبيب إلى القيام بفحص الموجات فوق الصوتية للتأكد من عدد الأجنة ولمحاولة الكشف عن أي من الأسباب التي قد لا تكون ظاهرة، وأي امرأة قد تعاني من غثيان متكرر أكثر من 5 لـ6 مرات في اليوم فيستلزم مراجعة الطبيب. وبكده نكون خلصنا حلقتنا النهاردة. أراكم على خير في حلقة جديدة من قناتنا قناة منوعات نور. متنسوش اللايك والاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.